هاي خويا بالنسبه للكنار هنا جوج متاوي ياك جوج مواجدين ياك هادو شحال الثمن الوحده؟ هادي 120 درهم هادي 100 درهم 120 درهم اللي علم ياك الصراحه هادي طاي ديالها كبير واللي من هنا 100 درهم هادي ديال السوق اللي شفتها وداك الطويل اللي تما نشوفوه ديال الدري هذا شحال عنده؟ عنده 4 سنين الله يبارك شحال كيبقى الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 700 درهم بقى 700 درهم يلا خارج خلينا المئة داخل مرحبا صفر ستة 74 54 92 47 بالنسبة لشارع عجلة اللهم يسر خويا تحيا خويا بخير الله يحفظك نبداو بالطوير اللي هنايا هذاك راه قرا هذاك عنده عام وشي 3 شهور ولا 4 شهور تقريبا هذاك قرايا قول لي عنده عام وشي 4 شهور تقريبا ما قمصهاش كان راه مكلم تبارك الله راه كيف كان مقل هذا الثمن ديالو يبقى الثمن ديالو 700 درهم ندوزو للطوير الاخر هذا جدر هذا جدر تاهو راه عنده عامين وشي حاجه التسوي ديالو باقي ما تصنتش ليه هذاك ما بلا ما نكذب على بنادم هذا شحال كيبقى الثمن؟ الثمن مزيان نقول فيه 600 اللي بغا راه مقادمو الثمن كتقول 600 واللي بغا كيما قلتي ماشي مشكل عنده عامين وشي حاجه جدر هذا الطوير اللي هنا هذا تعوج دابا هذا تعوج دابا هذا مكلم هذا تبارك الله دابا نسد عليه جديد وجاي الصولان هذاك 700 درهم هذا كيبقى 700 درهم الثمن ديالو هذا مكلم قولي هذا مكلم هذا مكلم مزيان هو هذا هذا راه صايل هذا راه دابا كتحط له شي نتو كيف دير تعوج دار تعوج دار عنده عامين ونص هذا الله يبارك فيه كلام زوين اللي بغاه مرحبا هذا شحال كيبقى الثمن؟ واجد الخدمه اللي بغا يخدم به حتى هو 700 بحال هذا 700 درهم باش تدخل الميرا ديالك؟ ما هذا هو الثمن ديالو شويه حيت ما تبقى ما تصنتش ساكت هو راه شي رقم قوموا بيد كل شيء ساكت شو ساكت ما عرفش منك انت الله كنت خديته وما ما تصنتش ليه الميرا ديالك خويا رشيد 06 62 23 72 85 ويجي يجي يتصنت مرحبا راه يجي يتصنت الطويرات اللهم يسر خويا كاينين واحد الطيور اخرين مازال عندك شي حاجه في الدار كاينين جدور مكلمين شي حاجه اللهم يسر خويا كاين الحداد كاين عندك شي حداد ياك اللهم يسر خويا خويا حسن انت وادي شحال عندك؟ عندي تقريبا شي عام ونص شي عام ونص الله يبارك لا غتخدم اللهم بارك هذا شحال كيبقى الثمن ديالو؟ تنقول 250 درهم 250 درهم اخويا الله يبارك بالنسبة للثمن ديالو 250 هاي انت هو اللي شفنا قبيله وكاين التكير هذا اللهم بارك اخويا ياس راه واصل على الخدمه اللي بغا كوب لا راه نبيع لي كوب لا خويا اللي بغا تذكر معاه انت هو ماشي مشكل هذا حسن نبيعهم لي بجوج ماشي مشكل نهائي التكير شحال عنده حسن جدار اخويا اياس عنده جدار عنده عامين نعم حتى اليوم كاينه شويه ديال الحراره اخويا حسن كاينه الحراره ديال التشماش ديال التشماش النمرة ديال خويا حسن نمرة التليفون 06 51 73 94 19 النمرة ديال خويا حسن شي راه باغي يدخل عندي باغي شي واش دار تبارك الله قول كلام قول كلام ها هي جات عنده ها هي جات عنده حسن تيوا في الموسى تبارك الله
حسن خويا الثمن ديال الدخير الثمن ديال الجدار اخويا اياس 800 درهم بقات 800 درهم اللي بغا راه نقصوا ماشي كيما ماشي مشكله اللي بغا نتي واحد راه يجيب لها اللي بغا كوبلان نديرو لك اللي بغا كوبلان ماشي مشكله اللهم يسر هذا شحال عنده هذا قرا عنده عامين واللي بغا تصيفط لي الفيديو واللي قريب تيجي يتصنط داك الشيء اللي فيه قولوا واصل شاو هذا حسن شحال كيبقى الثمن 600 درهم هذا الثمن ديال 600 درهم 600 درهم ناكله ودوا خويا الله يبارك واش دار رابار ديال البلاد دير اخويا اللهم يسر خويا شحال عنده طويل؟ أوزان أوزان الثمن ديالو شحال كيبقى؟ 1000 درهم الثمن تخلي النمرة ديالك؟ 06 07 07 الأولى 04 34 93 94 اللهم يسر لك على الوطواط وشي جديد ديال الوطواط الله يقضوا هاد الدود كل شوية خصو ياكل توكلهم وين نشاركو معاكم وتولاو في نفس الوقت الله يبارك شحال عنده خويا؟ ماشي عنده عامون دار بجوج بدالات دابا الله خرج من الثاني دار بجوج بدالات يلا دابا خرج من الثاني الثمن ديالو شحال كيبقى؟ الثمن ديالو هو 200 درهم كيبقى 200 درهم بالقفيز ديالو قفيز راه باقي بقى الثمن مناسب بالقفيز كيبقى 200 درهم خلينا النميرة ديالك 06 66 45 79 05 هي النميرة اللي باغي يتواصل ومرحبا بالجميع خويا دوزو على ليزاز هذه كوبلة ليليا ياك هاد اللي في الوقافة وتحتها هنا هادي الثمن كوبل كتبقى 500 درهم كاين هاد اوبالين كاين روز اوبالين مع داك اللي من لهيا كوبل كاين هو اللي من لهيا ونتو اوبالين حمراء هادي الثمن ديالها كتبقى 400 درهم كوبل هنايا طويرة كتبقى 350 درهم هذا اش داير وهذا اللي هنا شي واحد اللي من هنا هذه بنت لاش هذه شحال كتبقى الثمن شحال الثمن ديالها كتبقى 300 البيع ديالها بالنسبة لنا كالوبسات فين هي كوبل هنا كاين جوج كاين تكر البينو متوال ديالو فاصل هذه الثمن كوبل 500 وكاين الفاصل فاصل مع المتوال البينو هذه شحال 500 درهم 500 درهم 100 درهم
06-65-65-13-01 هاي البلاد يا خويا كبير وما يسوقوه. حس اخويا الطوير شحال عنده؟ هذا عنده عامين اخويا. عنده عامين الله يبارك. بالنسبه في المستوى اخويا الاكس هذا اللي باغي يقيدي به القرعه. اللي باغي يطبع بها. اللي باغي يطلع بها ميسو يلاه خارج من البداله وفي الكلام مشارج وكلام الفخر. بالنسبه للثمن ديالو اخويا حسن. انا اخويا الياس تنقول 1700. 1700 دابا راه واقف راه تعطى 900 1000 درهم دابا حاليا. الله يرحم الوالد بيا وشرايا عطوني 1000 درهم بنفس الصح. واصل دابا 1000 درهم. 1000 درهم. اسمع اللهم بارك الفخر. 1700 من قيمة تقاد اخويا حسن ماشي مشكل. نقادو مع بنادم ماشي مشكل. طال المدى اخويا. النمرة اخويا 06 51 73 94 19 هاي المدى اخويا حسن. اللهم يسر خويا. الله يكبر بك اخويا. الله يحفظك.